للتعليق على الموضوع معنا الدكتورة بشرى البويري، محامية بهيئة الدار البيضاء وباحثة في الجريمة الإلكترونية. دكتورة مرحبا بك معنا، نتابع جميعا كم الانتشار الواسع يوما بعد يوم المعلومات والأخبار والفيديوهات والصور على مختلف منصات التواصل الاجتماعي. بداية بنظرك شنو الأسباب اللي كتخلي هذا الانتشار ديال المحتويات اللي تعتبر في الغالب منها مضللة أو أخرى اللي كتمس بالحياة الخاصة الأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشكل الكمي الكبير؟ بداية هذه المحتويات المضللة والأخبار الكاذبة والزائفة والإشاعات، هناك كذلك عدة مصطلحات يمكننا أن نطلقها على هذا الباب، فهي أصبحت لصيقة بوسائل التواصل الاجتماعي، والهدف منها للأسف هو التلاعب بالرأي العام، إثارة الفتنة، كسب المشاهدات وعائدات الإعلانات، ويتم نشرها أساسا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والتي هي يعني تعتبر في حد ذاتها سببا في انتشار المحتويات المضللة. هناك أسباب أخرى كثيرة نذكر منها على سبيل المثال الحظر، كمثلا البحث عن التفاعل، البحث عن السبق وتحقيق أكبر عدد من المشاهدات. كذلك هناك ترويج هذه المحتويات بشكل مغري، وأحيانا يعني مع قليل من الحقيقة، وللأسف هذه القصة الكاذبة تجذب الجمهور والمشاركة وكذلك التفاعل. وللأسف يعني الشديد خوارزميات يعني وسائل التواصل الاجتماعي تربط الأهمية بالتفاعل، وبالتالي هذه الخوارزميات يعني تفتقر لآليات اكتشاف الحقيقة مما يمنعها من تصفية الكذب من الحقيقة. هناك كذلك يعني سبب مهم جدا هو جذب الانتباه من خلال العواطف، لذلك تكون عناوين جذابة عاطفيا ولكنها غامضة، وبالتالي ففضول الناس يجعلهم الى يعني كشف هذه يعني كشف هذه المحتويات، وبالتالي فهناك اسباب كثيره والتي لا يمكن يعني حصرها. طبعا هناك اسباب كثيره ومتعدده كيف ما ذكرتي دكتوره بشرى، وكيف ما قلتي ايضا بانه هذه الفوضى ديال المحتويات على مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا كتاثر على الراي العام والمجتمعات وحتى على الحاله النفسيه الأفراد، وشفنا كيفاش نجوم مغاربة ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي تورطوا في مثل هذه الأفعال وحتى هذه القضايا أمام المحاكم. كيفاش يمكن تحقيق التوازن ما بين حرية التعبير وضرورة تنظيم المحتوى اللي يقدر يكون مضلل في بعض الأحيان أو محتويات كتمس بسمعة أو الحياة الخاصة بالأفراد، طبعا مع التركيز على المسؤولية القانونية؟ هو في جميع الأحوال رد الجريمة الإلكترونية بصفة عامة أو نشر المحتويات المضللة بصفة خاصة هو أمر مطلوب وواجب، ولكن لا يجب لتحقيق التوازن أن يكون على حساب الحق في المعلومة وحرية التعبير والرأي، وبالتالي في المشرع المغربي يجب أن يستحضر عند سنه القوانين أو أي قوانين متعلقة بالجرائم الإلكترونية حماية الحقوق المتعلقة بحرية التعبير والرأي، لأنها حق من الحقوق الأساسية للأشخاص، كما أنه يتوجب إعادة النظر في العقوبات التي أنها المشرع في بعض الحالات، بنظر لأنه في بعض الأحيان ولاحظنا بعض الأمثلة الجرائم الإلكترونية تكتسي طبعا بسيطا، ويكون في هذه الحالات تطبيق الحرفي للنص دون مراعاة يعني خصوصية كل جريمة إلكترونية على حدة يصبح غير مجدي، وبالتالي المتعامل مع العالم الافتراضي سيفقد الثقة، وبالتالي سيحرم من إيجابيات الكثيرة، يعني علاوة على أننا لن نساهم في تقويم السلوك الجاني بشكل إيجابي ومنتج. بخصوص المسؤولية القانونية والمسؤولية الجنائية فهي متوفرة، لأنها هذه الأفعال كلها اللي تكلمنا عليها هي تعتبر أفعال مجرمة قانونيا، يعني ويسائل عليها القانون كلما توفرت طبيعة الحال العامة التكوينية، والمغرب لحسن الحظ يتوفر على ترسانة قانونية تعاقب على نشر الأخبار الزائفة والتشهير والقذف، وكذلك
تهتم بحماية الحياة الخاصة. فهناك قوانين عدة نذكر منها على سبيل المثال الحصر، لأن هناك قوانين كثيرة وكثيرة. هناك قانون 0307 المتمم مجموعة القانون الجنائي، القانون رقم 0908 متعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة معطيات ذات الطابع الشخصي. هناك كذلك قانون متعلق بالصحافة والنشر، والقانون متعلق بمحاربة العنف ضد النساء. علاوة على أنه يعني بغيت نستر على أن الحق في حماية الحياة الخاصة للأفراد هو حق دستوري نص عليه الدستور 2011، واللي جاء في الفقرة يعني الفصل 24 أنه لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة، وهو ما ترجمته كذلك رؤية المشرع الجنائي. بالتالي فهذه القوانين نصت على عقوبات، هذه العقوبات تتراوح ما بين شهر إلى 5 سنوات، وكذلك غرامة من 2000 إلى 50,000 درهم، مع إمكانية يعني تصبح هذه العقوبات أكثر شدة إذا ما اقترنت الأفعال يعني الجرمية بعناصر أخرى. إذا المسؤولية الجنائية موجودة، قوانين موجودة، ولكن كنعتبروا على ان هذه القوانين كتبقى غير كافيه، يعني هي يعني وجود ديال الحمايه مقبول الى حد ما، وبالتالي كتبقى فقط على يعني مؤسسات كالنيابه العامه مثلا تحريك المساطر القانونيه اللازمه للحد من هذه الانتهاكات ديال حرمه الحياه الخاصه للافراد في ظل الانتشار الواسع والفوضوي لوسائل التواصل الاجتماعي التي يوما بعد يوم تزداد جرأتها. طبعا هناك واحد السؤال، صح هناك واحد التساؤل اللي ربما بزاف ديال الناس كيتسائلوه، أنه أصبح الجميع عنده حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى يعني تطبيقات الرسائل الفورية كالواتساب وغيرها. بعض المرات كيكون الشخص أو أشخاص كيتقاسموا بعض الصور أو بعض المعلومات أو بعض الأخبار اللي وصلتهم، يعني ماشي بسوء نية، كتكون هي أخبار غير صحيحة وصور فيها يعني تمس بالحياة الخاصة للأفراد. نفس المسؤولية القانونية دكتورة؟ هو بالنسبة يعني مشاركة هاد يعني الفيديوهات كيفما كانت يعني طبيعة المحتوى سواء كان مرئي أو مقروء أو مكتوب، فهاد يعني مشاركة ديال هاد المحتوى تعتبر كذلك سبب من أسباب انتشار هاد الفوضى في العالم يعني الافتراضي. وهذا الشيء راجع في غالب الأحيان إلى سذاجة هؤلاء الأشخاص. هنا بالنسبة للمسؤولية القانونية فهي تكون عندهم مسؤولية قانونية لأن كتعتبر مشاركة، وإلى رجعنا المقتضيات القانونية يعني المنظمة لهذا الباب فهي كتعتبر يعني هاد الناس عندهم مسؤولية قانونية، كيمكن أنهم يتعاقبوا كالفاعل الأصلي. دكتورة بشرى البويري، محامية بهيئة الدار البيضاء وباحثة في الجريمة الإلكترونية، شكرا جزيلا لك.